لاح النور من مكة وضاء الكون بعد إظلام، حل الربيع وازدهت الدنيا بحلل السعادة. بالخير والحق جاء محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. جاء محمد مجددا للدين ومتمما لمكارم الأخلاق، بشريعة الحق والعدل والحضارة، امتدادا لدعوة التوحيد أن لا إله إلا الله التي جاء بها الأنبياء من قبله، ليخلص الناس من براثن الوثنية وعبادة الأصنام. فعاملهم بالحلم ودعاهم إلى سبيل ربه بالحكمة، أن يستحق صنم أن يكون إلها. إله الكون واحد ليس كمثله شيء، لا يحتاج إلى شيء. أما أصنامهم فأجسام وأحجام، والله ليس جسما، لا يتصور في الوهم ولا يحويه مكان. بعقيدة التوحيد والتنزيه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا العقول ومنورا الأفهام، حتى اطمأنت قلوب المسلمين إلى الإيمان. علم الناس الحضارة، وعلمهم كيف يحب بعضهم بعضا، وأن يحب الأخ لأخيه ما يحب لنفسه من خير. فتعلقت قلوب الناس في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الدين، وتعلقت بمعلم هذا الدين، بمعلم الناس الحضارة، بمعلم الناس الخير، بصاحب الخلق العظيم، بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونحن على دربك يا رسول الله، مهما اعترى الأمة من شدائد، أهل اعتدال وحضارة كما علمتنا. مهما اشتد الظلام فالقائد محمد، فالقائد محمد.